بحال قلتي على بروميير ميطون كان يمكن شويه الضغط نتوما عارفين الماتش كل ثلاث ايام كان بزاف ديال لي ديشي تكنيك هادشي اللي ما عاوناتناش باش 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 نماركيو باش نحلو لو سكور الحق دوزيام ميطون الدراري فهموا شنو كنا باغيين فايلات باسيون خصنا نكونوا نديروا لا سيكوريتي في لي باس في لو ريت ندوزو بلا غوش لا دروات باش يعياو وهادشي اللي طرا ملي لعبنا الكره ديالنا بلا كاليتي تكنيك اللي عندنا ما زربناش حلينا لو سكور لوجيكمون ماركينا الثاني لوجيكمون كنا نقدروا نماركيو الثالث ما كتبش هما برافو عليهم ما تلقوش ماركوا واحد بيوت اللي جا من السما بحال اللي قلت دابا في 90 واخا اذا ما حطاش الضغط علينا الدراري بقاو مكونسونطري باش نجيبوا هذه النتيجه اللي مهمه سورتو قبل لا تريف باش الدراري يرتاحوا وما درنا والو سي 3 بوين لي لوجيك في الدار بغيت انكور نقول برافو للجمهور اليوم لعب لو رول ديالو اللي كنسناو منهم والدراري برافو حتى هما ليهم الدراري كيلعبوا كل تيام سالينا لو ريتم اللي كان عندنا دونك الحمد لله. سي وليد شنو رايك في الاحتفاليه تاع الجماهير والدور اللي لعبوه في الماتش؟ ملي جاوا عاونونا بزاف ومازال غيعاونونا غنحتاجوهم مازال كنعاودها غنحتاجوهم حتى الاخر د لا سيزون بحال اللي قلت البطوله غتلعب حتى الدقيقه الاخريه خصنا نكونوا باسيون مع الدراري خصنا نعاونوهم وان شاء الله غيكون خير. خذ البطوله نفس مزيان في البطوله اشوف غنمشيو دقه دقه هذه الوداد كتلعب على ارقام كاملين ما قراناش ندوه كل شيء هكا حنا عارفين كاين فراقي في تشامبيونز ليغ ولا في البطوله اللي كبارين حتى ما غيتقاتلوا حنا خصنا نحطوا الجد ديالنا في التيران كل شيء اللي عندنا باش نقاتلوا حتى الاخر ان شاء الله ونجيبوا دي تيتر. وليد انت من الناس القلال في البطوله الوطنيه اللي كيبدا داك لاغاسيون ديالو كيدير لو شو واش لاكولتور ديال لو شو ما كايناش في المغرب واش خصها تكون مع مدربين اخرين؟ لا ما كنديرش لو شو قلتها دابا في كونفيرونس دو بريس يمكن الناس ما باغينش يفهموا سي ديما بوزيتيف هادشي كنقول لك مره اخرى ملي قلت البطوله مازال ملعوبه وقلت شكون هما لي فافوري تقلقوا بالحق مازال كنامن بها وما غاديش نكذب احنا ما كنتقاتلوا كنديروا كل شيء بحال حنا عارفين كنحترموا جوستومون كنحترموا اي فرقه على هادشي كنقولوا البطوله مازال ملعوبه حتى الدقيقه الاخريه. العقليه اللي دخلنا بها والنفسيه جوست ما يمكنش تربح 30 ماتش في الشامبيون راه انت ما عندكش ماشي روبوت كتربح ولا ماشين ما يمكنش التعادل اللي تعادلنا بالرشيد كان ما كناش باغينه لكن هذه كره القدم واستعدنا على هذه المقابله مزيان. ان شاء الله نحققوا ثلاث نقاط ونبقوا غادي في المسار ديالنا. تقدر تلقي شو هذا تقدر تشوف على الحق شوف بعد النوبات في كره القدم كتقدر تلقى الهدف في الدقيقه الاولى وتقدر تلقى الهدف في الدقيقه التاليه ولكن الحمد لله استطعنا باش نجيريو داك 5 مينوت 6 مينوت اللي بقات والحمد لله حققنا النتيجه ايجابيه. فوالا تكلمت شنو هو الرد ديالك على الانتقادات بحال المستوى ديالك؟ فاش؟ بحال المستوى ديالك كاين بعض الانتقادات كتهضر على المستوى ديالك. انا شوف انا ما كذبش عليك انا اللي تينتقدني ولا اللي تيقول شي حاجه خليه تيقول كل واحد بحقه يقول اللي بغا وانا الان عندي وين تاخذني الجمهور ديالي ونزيد نحسن المستوى ديالي ونخدم على راسي ولا بروف هو تاكنا وتي بوندون 5 اون في 5 سنين وانا ندير بعض الشامبيونات وحتى لعبت فينال تشامبيونز ليغ كنت في لاكوب دو موند دو كوب دافريك الحمد لله هادشي ما تيعطينيش باللي انا بدي دي بالعكس انا تيعجبني الواحد ينتقدني باش نزيد نخدم وغادي نقول لهم بلي تاكنا وتي مازال غنلعب 10 سنين اخرى ولا 15 عام ولا 20 عام ان شاء الله. رسالتك للجمهور الوداد ديما حاضر معاك اخويا رسالتك للجمهور الوداد ديما كنبغي نشكرهم على الدعم ديالهم اللي تيدعمونا وهذا الفوز هذا ولا الماتش ديال الزمالك ولا الماتش ديال برشيد ما استطعناش الماتش ديال برشيد باش نحققوا نتيجه ايجابيه باش نرضيوهم الحمد لله الكرة القدم هي هذه وكنبغيو نشكرهم على الدعم ديالهم كنتمناو من الله سبحانه وتعالى يبقاو ديما تيجيو تيشجعونا ونعطيو حتى حنايا اللي باش نفرحوهم ان شاء الله. قلت لا الماتش كونتر الزمالك او بيان ابخي تو لي ماتش سون ديسيزيف دونك اون سو كونسونت سور شاك بروشان ماتش. On a le temps de s'apprêter et on va d'abord récupérer parce qu'on a eu un match qui n'était pas facile comme Armadia. Et j'espère contre le Zamalek, on sera en forme. Mais
avons vu qu'il y a des difficultés au niveau d'entraînement maintenant. Est-ce que vous allez réaliser quelque chose en Égypte? Ouais, vous avez vu le match passé qu'on a joué ici. Donc, c'est pas facile, on a les semaines d'anglais. Vous avez trouvé des difficultés avec Mohamedia, avec Zamalek, est-ce que vous allez réussir? Non, c'est normal, on n'a pas assez de temps de repos. Donc on doit voir, c'est souvent la plupart des joueurs qui ont joué et on doit se reposer et avoir une tête libre pour aller prendre quelque chose en Égypte. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فيبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.